بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من فترة يسألونك عن الإنسان والحياة. نحن معكم مباشرة على الهواء على أرقام الهاتف 01-853-804-805-806، وأيضا يمكنكم إرسال أسئلتكم نصية على رقم الواتساب 76-64-19 ليجيبكم عليها سماحة الشيخ زهير قوسان ضيفنا لليوم. تحية لكم مولانا، حياكم الله، مرحبا بكم، صباحكم الله الخير وأهلا وسهلا، خير والعافية، عافاكم الله. مولانا، الجو هو جو الكسوف، ما زلنا مع الكسوف وصلاة الآيات. عم تقول انه انا صليت خلف السيد علي حفظه الله عبر التلفزيون، كانت صلاة الآيات منقولة مباشرة على الهواء. فعم تقول انا صليت خلفه إمامة، يعني جماعة. اولا، هل تصح انه صلي جماعة على التلفزيون؟ خلال التلفزيون يصير التواصل. وثانيا، انه يعني صلى الركعة الاولى وانقطع الكهرباء، ما عاد هو مبين، ما عرفنا شو صار، كملت الصلاة انا لحالي. بتزبط هيدي ولا ما بتزبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا بالنسبة للصلاة جماعة لا تصح من خلال الاتصال بالجماعة من خلال التلفزيون، بل لابد أن يكون في نفس المكان الذي تقام به الجماعة. أما والله أنا موجود في مكان والجماعة في مكان، لكن بما أن الجماعة تنقل مباشرة على الهواء فأنا أستطيع أن أتم، لا تصح. لكن في عنا حالة، على فرض أنه أنا مثلا بدي تابع الجماعة، نعم، ما بنويها جماعة، غايته بدي أعمل مثل ما عم يعملوا، فبشغل التلفزيون لشوف كيف عم يصلوا وصلي مثلهم. فمثلا أقرأ ما يقرؤون، أركع حين يركعون، أسجد حين يسجدون، مشان كمتابعة. نعم. فهذا لا بأس به ولا إشكال فيه، لكن أنا كل شيء أنا ناوي أنا أقلدهم يعني بما يفعلون، وحاكي ما يفعلون، نعم، وأقلدهم فيما يفعلون، يعني أفعل كما يفعلون. مثلا عندما يقرأ الفاتحة أنا أقرأ الفاتحة، عندما يقرأ سورة التوحيد أنا أقرأ سورة التوحيد، أو إذا قرأ الطريقة المختصرة، إذا صلى صلاة الآيات بالطريقة المختصرة، فمثلا لاحظته أنه قرأ في الركوع الأول الفاتحة وآية من السورة الفلانية، فأنا تابعته في الفاتحة وآية من السورة وركعت. وهكذا إذا عملية تقليد لما يفعلون ومحاكاة لما يفعلون فلا إشكال في ذلك ولا بأس في ذلك. يعني مثل واحد مثلا لما بيحط حدا بده يعلمه الصلاة بيقول له آف جنبي وشوفني كيف عم بعمل، أنت أعمل مثلي، أنا شو بقرأ أنت أقرأ مثلي، نفس الشيء بتصير هيك. أما أن يقصد الجماعة لا يصح بالمعنى الاصطلاحي للجماعة، وهي متابعة الإمام فيما يفعل، وأن المأموم لا يقرأ ولا يتحمل أي شيء من القراءة بل يتحمل الإمام، لا تصح. وإذا كانت فعلت ذلك في الركعة الأولى فعليها الإعادة. أما إذا كانت في الركعة الأولى تقرأ هي كما يقرأ سماحة السيد فلا إشكال، صلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك. بهالحالة سماحة الشيخ، إذن صلاة الجمعة ما بتصح؟ نفس الشيء كل أنواع الصلاة، لأنه هي ما فيها تقلد، يعني قصدي بصلاة الجمعة، لا يوم لا الجمعة ما فيها، صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة. أيوة. وبالتالي إذا أنا بالبيت ما بدي أروح على المسجد مثلا، فتحت التلفزيون وصليت ركعتين الجمعة مثل ما عم بيصلوا بالمسجد، لا تحتسب هذه الجمعة ولا تسقط الظهر، بل لابد من الاتيان بصلاة الظهر بعدها. سؤال آخر سمحت شيخ، عم تقول إنه إذا أنا كنت متوضئة وخرج دم من لثتي، من يدي، من أي مطرح، هل خروج الدم من أي موضع من مواضع البدن
لا يفسد الوضوء ولا يفسد الغسل. يعني إذا كان الإنسان متوضئا أو مغتسلا وخرج منه الدم من أي موضع من مواضع جسمه لا يؤثر على صحة الوضوء. غاية الأمر يحتاج إلى تطهير مكان الدم من أجل الصلاة فقط. يعني موضوع فقط تطهير يعني فقط تطهير. ما إله علاقة به لا، لأنه مفسدات الوضوء ونواقض الوضوء معروفة. نعم. اللي هي خروج البول والغائط والريح أو النوم الغالب على السمع والبصر. نعم. وفقدان العقل. طيب. هلا سؤال ظاهر كان وقته مبارح بس لا بأس إنه نمرقه اليوم. عم يقول إنه إذا يعني كان وقت بداية الكسوف الساعة واحدة فينا نبلش صلاة الآيات الساعة واحدة؟ صلاة الآيات بخصوص الكسوف والخسوف نعم يبدأ وقتها عند بدء الظاهرة. نعم. بمجرد أن نتأكد من أن ظاهرة الخسوف أو الكسوف بدأت يدخل وقت الصلاة. هلأ اللي صار مبارح سمح الشيخ وخصوصا بموضوع كسوف الشمس أنه عادة الشخص ما بيقدر يتطلع بالشمس لحتى يتأكد يعني أنه هل بلشت ولا لا ماشي. ولكن قالوا أنه تبدأ بساعة ساعة كذا بتبدأ وساعة كذا بتنتهي في يبني على الوقت بهالحالة؟ ما في مشكل ما في مشكل ما في مشكل إذا كانت المصادر التي حددت الوقت هي مصادر مختصة ويوثق بها فيمكن الاعتماد عليها ولا إشكال في ذلك. نعم. قال الله تعالى في سورة الروم الآيتان 31 و32 ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هل تنطبق هذه الآية أو هاتان الآيتان على واقعنا اليوم أو علينا؟ يعني في بعض الحالات عندما يمارس الإنسان التفرقة وتمزيق الأمة وتحويلها إلى شتات وإلى جماعات متناحرة ومتحاربة ومتخاصمة فيما بينها وتصبح كل جماعة لها مواقفها وآراءها وتعادي الجماعات الأخرى فنعم ينطبق علينا هذا القول. وهنا ليس من الضروري أن نكون من المشركين وإنما نعمل عمل المشركين، نعمل عمل الكفار والمنافقين الذين يفرقون الشمل ويمزقون الجمع ويشتتون الصفوف. وبالتالي كلما أتيت إلى جهة تريد أن تسألهم تحاسبهم تعظهم تأخذهم العزة بالإثم ويقولون نحن هيك مرتاحين نحن هيك معاجبنا أنتوا خليكم محلكم ونحن خلينا محلنا. هو يريد أن يحذر من هذا الواقع، يريد أن تكون الأمة كتلة واحدة جماعة واحدة يد واحدة قلب واحد، لا يريدها مشتتة ومفرقة وممزقة. فعندما تتحول الأمة إلى هذا الواقع المشتت فينطبق علينا هذا الوصف، وإن كنا موحدين ولكن نعمل عمل المشركين والمنافقين. الآيات عادة إلها مصادق في كل زمان طبيعي. في كل مكان وفي طبيعي. ما فينا نقول القرآن إن يجري فينا مجرى الليل والنهار ما. نعم القرآن يجري فينا مجرى الليل والنهار يعني لا تجمد الآيات على الموارد التي نزلت فيها وعلى الأحداث التي نزلت فيها والأشخاص الذين عانتهم في حين نزولها. يعني قد تكون الآية تعني أشخاص ما بعينهم عندما نزلت، لكن هذا لا يعني أن الآية تجمد على هذا الشخص. يعني مثلا لما نزلت سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب، صحيح أن في تلك الفترة
حين نزول الآية كان المقصود والمعنى هو فلان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله لما كان يفعله، وزوجته أم جميل لما كانت تمارسه من أذية في حق النبي صلى الله عليه وآله. ولكن هذا لا يعني أن هذه السورة خلص نزلت في أبي لهب وزوجته وانتهت الحكاية. لا، كل من يمارس العمل الذي كان يمارسه أبو لهب أو التي كانت تمارسه أم جميل زوجة أبي لهب، كل إنسان عنده هذا الخلق فتبت يده. نعم. بل يداه. نعم. اسمح لي بإتصال سمحت شيخ، تفضلوا. السلام عليكم حج حسين. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. السلام عليكم مولينا. عليكم السلام ورحمة الله. أنا جمعة الماضي اتصلت بالشيخ، كان الشيخ نزل علي عارض، أنا رحت على المستشفى. عافاكم الله. بيت جمعة سقط الأكسجين معي للآخر يعني، وبعد جمعة وجيت حكيت مع الشيخ كتير تعذبت واستنومت كتير بالواحد قد ما حصرني الباول، قلت مش الحل، قضيت الصلاة عم صلي أنا وقعت صار شي جمعة وهو هاليومين، هلا بالنهار تحسنت نتفي يعني بهاليامين، بضل اصلي على القاعد او في واقف، بس في نقل على الطب الواحد عم دوخ يعني. وسؤال تاني، اذا واحد هو بيفسد يعني بده يرجع يتألفط من اول وجديد على الوضوء، اما لا وكي قضية الصلاة مولانا كيف بدي اعمل يعني؟ تحسنت شوي، هلا عندي 3 أويل بالبايت للأكسجين، منشان هلا صار معي حوالي 85 ترتفع هو يعني، بس بالبايت بالليل عم الضايق نتفي، بالنهار برتاح شوي يعني. نعم. بس قضية الصلاة بدي عطاوة عم صلي، بس بدي اوقف او بضل قاعد يعني ماشي ماشي. أهلا وسهلا فيك يا حج. أهلا وسهلا فيك. الله يديمك يا حج حسين. الله يخليك ويحفظك ويشفيك إن شاء الله. الله يطم عليكم. الله يسلمك. ألو تفضلوا. صباح الخير حج حسين. صباح النور محمد. صباح النور يا شيخنا. أهلا وسهلا. يعني نحب نسلم عليك. الله يسلمك ويبارك فيك ويخليك. في تليفون اليوم الحمد لله. كل اللي بعد ما عملوه شيخنا ضد الله، شو ما شو اللي بعد في من لبنان، هو هذا اللي عطاه ربنا هالنعم وهكل شيء، شو عم يعمل بفلسطين لك، شو عم يعمل بسوريا لك، على العتم معي على العتم عايشين، شو اللي بعد ما عملوه؟ شو بعد بده يصير علينا اكثر من هيك؟ ولكن الحمد لله لا نقنط من رحمة الله، بيظل في كل بلد ربحة نصها واحد اثنين بيقولوا لا اله الا الله، ربنا ما بينساهن ابدا يعني إن شاء الله. شكرا خير. شكرا لك يا محمد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بالنسبة للحج عم يقول إنه صار عنده عارض، سقط الأكسجين عنده، دخل المستشفى، بعد ما خرج من المستشفى عنده مكانات يعني كذا مكان يعني معلقين فيه هو، لذلك كان عم يصلي من جلوس. هلأ بعد ما تحسن شوي ولكن بعده عم يدوخ، إذا وقف بيد في ضل صلي هو قاعد ولا لا؟ طبعا الآن هو بيقدر وضعه يعني، إذا كان لما عم يوقف عم بيدوخ وعم بيأثر عليه بحيث في أذى في ضرر فيجلس. نعم. إذا كان عم بيشوف حاله مرتاح ولو لفترة بسيطة، فإذا بيقدر يصلي بهاي الفترة وكان قادر يوقف بدون أذى بدون ضرر بدون أن يحصل أي شيء عليه، بدون دوخة بدون، فممكن يصلي من قيام ساعته وبشكل طبيعي بيركع وبيسجد طبيعي. أما إذا كان لا، القيام أو الركوع والسجود بالشكل الطبيعي المعتاد يؤذيه ويضر به فلا، يبقى يصلي من جلوس ولا إشكال عليه. إذا كان سمح الشيخ يعني الوقوف والركوع والسجود عم يشكل له تعب، يعني نفترض أنه إيه بس يعني قادر ولكن بعجز بتعب، بعجز حتى يعني مما ينعكس سلبا أنه إيه؟ بيزيد حالته بيزيد أذى، لا كمان بحق له يجلس ما في مشكلة. طيب. يعني هاي مسائل هو بده يقدرها أو الطبيب المختص اللي عم يشرف على علاجه هو بده يقول له، لأنه أحيانا قد يكون الأمر ما بيصيبك بالأذى بلحظة دغري،
قد يسبب لقدام. فهي مثلا بيشخصها الطبيب، فالطبيب يمكن يقول له انه انت الوقفة الطويلة او الانحناء او كذا، هذا اذا ما بين هلأ بيبين بعد ساعة، بيبين بعد يوم اذاه وضرره. فبدك تجتنبه، فخلص بده يعمل بنصيحة الطبيب، او هو بده يلاحظ نفسه. اذا حس نفسه عم يتضايق، عم يتأذى، عم يتضرر، فحينئذ يصلي بالكيفية التي يستطيع، خصوصا انه يعني في سقوط للاكسجين، ممكن يعني نفس الحركة تشكل له حرج من ناحية انه هاي المسألة. اما الطبيب بده هو يحدد انه بيقدر يعمل هالحركة او ما بيعملها، او هو من خلال ملاحظته بده يكتشف انه هاي عم تأذيه او لا، او عم تتعبه او لا. يعني بشكل عام سمح الشيخ مفروض الواحد ما يتحامل على حاله، لا يعني ما لك مضطر انه والله هالموضوع يريد الله بهم اليسر بيزعجني. ولا يريد بهم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، فالله سهل لك، قال لك اذا ما بتقدر توقف او الوقوف بيأذيك عود، فخير ان شاء الله. سؤاله الثاني سمحت الشيخ عم يقول إذا فسد الوضوء، يعني نفترض بخروج الريح، هل لازم يرجع يطهر، يفوت على الحمام ويطهر وكذا لحتى يتوضأ من جديد؟ إذا لم يعلم بخروج شيء من الغائط أو البول فليس هناك حاجة لغسل الموضع يعني وتطهير الموضع، فقط يعيد الوضوء ولا شيء عليه. حتى مثلا كمان بالغفوة مثلا فسد وضوء بالنوم أو نفس فسد الشيء، ما في داعي يرجع يفوت للتواليت أو كذا ويطهر ويغسل. الوضوء فقط الوضوء، الوضوء مش مرتبط بموضوع الغسل، يعني لا أنه لا لازم لا. كل ما واحد يتوضأ بده يفوت على الحمام ويغسل وكذا، إلا إذا خرج البول أو الغائط فلا بد من مسألة التطهير محل البول أو الغائط. فوتت الحمام هي متعلقة بالتطهير فقط، فقط. لغير. ما في داعي للتطهير، ما فقط في فيما لو علم بوجود نجاسة على أحد الموضعين، موضع البول أو موضع الغائط، فلا بد من التطهير من أجل رفع النجاسة. أما إذا لم يعلم بوجود نجاسة ولم يخرج منه أي من الأمرين، لا البول ولا الغائط، وإنما خرج الريح أو نام ففسد وضوءه بسبب النوم، فليس عليه إلا أن يتوضأ ولا شيء أكثر من ذلك. عظيم. بالعودة لصلاة الآيات سمحت الشيخ، عم تسأل إنه هل في صلاة الآيات قنوت، وإذا هي عملت القنوت بالركعة الأولى هل عليها أن تعيد الصلاة كلها؟ يعني في صلاة الآيات قنوت، نعم. ومخير المكلف بالنسبة لقنوت صلاة الآيات بين أن يجعل القنوت بعد قراءة التي تسبق الركوع الخامس من الركعة الثانية وقبل أن يركع الركوع الخامس من الركعة الثانية، يعني تماما كما الصلاة الثنائية. نعم. كيف أنه بالصلاة العادية بعد الركعة الثانية، في الركعة الثانية نأتي بالقنوت قبل الركوع، يعني بعد أن نقرأ وقبل أن نركع نأتي بالقنوت ما بين القراءة والركوع، كذلك في صلاة الآيات يمكن أن نؤخر القنوت إلى الركوع العاشر اللي هو خامس الركعة الثانية، بعد أن نقرأ وقبل أن نركع نأتي بالقنوت ثم نركع ثم نسجد ونتشهد ونسلم. هذه حالة. وبإمكانه أيضا، بإمكان المكلف في كل ركوع ثان، في كل ركوع ثان سواء من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، أن يأتي بقنوت بعد القراءة وقبل الركوع الثاني. حلو. يعني أنا بالركعة الأولى قرأت وركعت الركوع الأول، رفعت رأسي، قرأت بدي أهوي للركوع الثاني، قبل أن أهوي للركوع الثاني آتي بقنوت ثم أركع وأرفع رأسي قبل الركوع الرابع، أقرأ وقبل أن أركع الركوع الرابع أقنوت ثم أركع، يعني بهالحالة في جيب أربع قنوتات بالركعتين. ممكن سأساوي هون وبيجي خلص صلاتي. وعموما مش على نحو الوجوب، يعني اذا لا ما جاب ولا قنوت بالصلاة كلها بكل انواع الصلوات الواجبة والمستحبة، القنوت مستحب ولكن استحبابه مؤكد. نعم. هلا طرح السؤال سماحة الشيخ، عم تقول انه
أو طريقة طرح السؤال أنه ركعت بقنات بالركعة الأولى، يعني خلى عندي شك أنه ربما فكرت أنه صلاة الآيات عبارة عن ركعتين، فهو 10 ركعات بركوعين. هي ركعتين هي ركعتان صلاة الآيات ركعتان بعشر ركوعات. ركعتان بعشر ركوعات، في كل ركعة 5 ركوعات مع قراءة تسبق كل ركوع. فمجموع الخمس ركوعات مع مع السجود مع السجدتين تسمى ركعة. هذه الركوعات الخمسة التي تسبق كل ركوع قراءة مع السجدتين، هذه كلها اسمها ركعة. فلذلك يقال أن صلاة الآيات ركعتان في كل ركعة 5 ركوعات. كمان معي اتصال، تفضلوا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك إن شاء الله. مولانا يعطيك العافية. أهلا وسهلا، الله يعافيكم. مولانا، جبل الطور اللي هو جبل سيناء اللي الله أنزل الكتاب على سيدنا موسى عليه السلام، لأنه هون والطور وكتاب مسطور في رق منشور، يعني كتاب موسى ولا عم يحكي عن القرآن؟ وهل الطور هو مثل ما قالوا جبل سيناء اللي كلم عليه الله يوم؟ يعني هلا بالمنطقة بالمحيط لأنه هو كان راجع من تقريبا من منطقة اللي كان فيها بمنطقة النبي شعيب اللي هي على الحدود الأردنية تقريبا أو بالمناطق هاي بهالمناطق، وراجع باتجاه مصر أو هناك، فصادف هذا في الطريق يعني، فلابد أنه راح يمر من منطقة سيناء. يعني مضبوطة. أقسم الله بالطور وهو الجبل الذي كلم الله موسى عليه. فشو المانع يعني؟ بكتاب المكتوب هو أنزل القرآن عم بيقوله هون. هلا بعض المفسرين يقول القرآن، بعض المفسرين يقول شيء آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول سؤال سماحة الشيخ، بدنا أكيد ناقص السؤال، إنه بدنا تفسير ليش في تعارض بين الآيتين بس ما نذكروا الآيتين، أو طايرين بشي بس يوصلوا الآيتين. منا من صاحب السؤال يرجع يوضح لنا شهن الآيتين لحتى نعرف في تعارض ولا لا، ونبين شو يعني هذا التعارض الظاهر وهذا التنافي الظاهر بين الآيتين، كيف نحله، كيف يعني نعرف. يعني فينا بدون ما نعرف الآيتين نقول إنه ما في تعارض بين الآيات؟ أساسا ما في تعارض بين الآيات القرآنية، بس أحيانا قد تأتي آية التباس، يعني إذا قد تأتي آية مثلا ثم تأتي آية أخرى، إذا نظرنا إلى ظاهر الآيتين نشعر بأن هناك تنافي، فلابد أول شيء أن أنظر في سياق كل من الآيتين ومعما تتكلم كل من الآيتين. فأحيانا قد تكون هذه الآية واردة في مورد ما فأظهرت معنى ما وحكما ما، نعم. الآية الثانية وردت في مورد آخر مغاير فأظهرت حكما مغايرا، فوجه التنافي هو الاختلاف الموضوع. اختلاف الموضوع، إذا اختلف الموضوع الذي أو الحادث الذي نزلت فيه هذه الآية ونزلت في هذه الآية، فقد يكون هناك اختلاف في الحكم واختلاف في المعنى أو التفسير، ولكن هذا لا يعني أن آيات القرآن متعارضة. يعني مثلا منلاحظ بعض الآيات تدعو إلى القتال، نعم، اقتلوهم، لا تأخذكم فيهم رحمة، لا تأخذكم فيه لومة لائم، كذا كذا كذا، كلها التشديد وكل التحريض على القتل والقتال. نرجع مثلا مكان تاني شوف آيات تتحدث عن الرحمة وعن الرأفة وعن كذا وعن كذا، وإن جنحوا للسلم فاجنح له، معناته هذا تعارض. هون عم بيقول لي اقتل وما تخلي منهم حدا، وهون عم بيقول لي ارحمهم وتعاون معهم، شو هذا التعارض؟ لا، هذا مش تعارض ولا تنافي. هون عم تأمر بالقتال بلحاظ ظروف معينة، وهون عم تأمن بالرحمة والعطف والإشفاق والمحبة والتودد وما إلى ذلك بلحاظ ظروف معينة. فمن الطبيعي لما بتختلف الظروف رح يختلف الخطاب.
عمي تقول شيخنا انه بدي اسألكن عن التبرع ببويضة، هل حلال حلال ام حرام؟ اذا امرأة اخرى بدأت تعطيني بويضة من عندها بيجوز ولا ما بيجوز؟ ما هي مشكلة انه اذا تبرعت بالبويضة بماء من تلقح هذه البويضة؟ بماء زوجها، فهذا ما بيجوز بحسب رأي سماحة السيد فضل الله، لانه ماء غريب عن البويضة يعني بهالحالة. فبالتالي يعني التبرع هنا بلا فائدة. إذن الحل إنه يكون شيخنا إذا بدأت تصير هاي الحالة، في يكون هذه الإمرأة صاحبة البويضة المتبرعة بتتزوج زوج الإمرأة المتبرع لها. إذا كانت متزوجة ما بيمشي الحال. طيب في يعني الواحد يقلد بهاي الفتوى مرجع آخر يعني سماحة السيد، يعني المسألة عند سماحة السيد ليست على نحو الاحتياط، مش احتياط وجود. لا نعم. إذا رحنا للطبعيد سماحة الشيخ، إذا كان في حرج في موارد الضرورة صحيح. والحرج نعم، إذا كان في حرج وضرورة، إذا في موارد ضرورة وحرج وكان الالتزام بفتوى سماحة السيد يشكل ضرر أو حرج على المكلف، فعندئذ يمكن له أن يبعض. إذن ويأخذ الفتوى أنه لا يجوز أو محرم هو على رأي سماحة السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه، طبيعي. وبحال الحرج يمكن الانتقال إلى مرجع يعني آخر، إذا هو بيشعر فعلا في حرج في ضرر، ولكن من قال أنه عدم الإنجاب هو بالأصل حرجي أو ضرري؟ يعني هم بحسب ظروف المكلف، صاحبة المشكلة بحسب يعني ظروف المكلف. نعم، يعني ما بدنا نجي نعطي عناوين مطلقة صحيح ونطلق الأحكام. صحيح، نقول هذه حسب ظروف المكلف. هو أدرى بواقعه. نعم. عم يقول هل يجوز أكل السلطعون والأخطبوط الكلاماري والكراكند والكراب؟ هناك مراجع تحرم أكل السمك البنغاسيوس، ما هو هذا النوع وهل أكله حلال أم حرام؟ طبعا هون بالنسبة للسؤال عن أسماء وأنواع وكذا، فهذه بدها مختص يجيبنا هذا النوع وضعه كذا وصفاته كذا. أما احنا نجاوب بشكل عام. نعم، بالنسبة لرأي سماحة السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه، يقول كل حيوان البحر، كل حيوان البحر سواء كان من أنواع السمك أو غير السمك، نعم، كله حلال إلا إذا كان هذا الصنف أو هذا النوع أو هذا الفرد من أفراد حيوان البحر مضر بصحة الإنسان. يعني إذا أكله الإنسان يؤدي إلى التسمم أو يؤدي إلى ضرر فلا يجوز لأنه موجب للضرر. وإلا بالمطلق كل حيوان البحر بكل أنواعه بكل أفراده عن سماح السيد فضل الله حلال ولا إشكال في ذلك، وما في عنا فرق بين نوع سمك ونوع سمك يعني آخر. بمعزل عن الأسماء كل شيء حلال، شي انسى إلا ما دام اسمه سمك أو حيوان بحر ولم يثبت ضرره على صحة الإنسان يجوز أكله، طبعا بعد أن يصطاد بالطريقة المتعارفة والطريقة الشرعية. أما عند غير سماح السيد من الفقهاء والمراجع طبعا لا يحلون إلا السمك وبشرط أن يكون له فلس. قشر فلس. أما ما عدا ذلك فهو حرام. فإذا على السائل إن كان من مقلدي سماحة السيد فضل الله فلا إشكال عليه ولا حرج أن يأكل أي شيء من حيوان البحر وثمار البحر. أما إذا كان ممن يقلدون غير سماحة السيد، ممن يرون التفصيل بين أفراد حيوان البحر منه ما يؤكل ومنه ما لا يؤكل، فلا بد أن يرجع بالنسبة لتحديد النوع، أنه هذا النوع الذي سماه، فيرجع لأهل الاختصاص يسألهم أنه هل هذا النوع من السمك له فلس أو ليس له فلس. إذا كان له فلس
بناء يعني على رأي يعني غير سماح السيد يجوز أكله هو على رأي على رأي غير سماح السيد بده يسأل إذا له فلس ولا لا. على رأي سماحة السيد بده يسأل هل هو ضار أم لا. هو يعني مفروض إنه على الأقل يعرف إذا أكله يعني في ضرر ولا لا. هذه ليست فيها ضرر يعني معظم الأنواع يعني نادر ما يكون نعم مضر. بخصوص الميراث عم يسأل انه انا عندي ارض وعندي 3 شباب وزوجة، ماذا يحصل في الارض عند وفاتي؟ ماذا يقول الشرع في التوزيع؟ وشكرا. طبعا هذه على القاعدة انه باعتبار في عنده زوجة، الزوجة لها الثمن، وإن كان يقول السيد الأحوط التصالح بين الزوجة والأولاد، بقية الورثة على القيمة يعني ما بتأخذ من عين الأرض تأخذ من القيمة الزوجة. نعم. وإن كان بعض الفقهاء يقولون لا تأخذ من عين الأرض ولا من القيمة إذا كانت الأرض غير مشجرة، وإذا كانت مشجرة أو معمورة ببناء أو كذا فلها أيضا. فهون على القاعدة يعني تقسم الأرض بين الأولاد وبين الزوجة، الزوجة لها على القاعدة الثمن مما يترك الزوج، والباقي 7 أثمان للأولاد إذا كانوا ذكور وإناث يقتسمون هذا الباقي بينهما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانوا ذكور فقط فيقسم بينهم بالتساوي. طيب مبدئيا الثمن الزوجة بينشال قبل حصة الشباب. ما هي طبيعي لما بدنا نجي نحسب نحن أيا كان سواء كان أموال نقدية أو أيا كان نوع المال المتروك يقسم على 8 باعتبار أنه في عنا سهم ثمن فيقسم على 8، 1 من 8 هذا نصيب الزوجة. أفرض هو عنده مبلغ من المال بنشوف هذا المبلغ نقسمه على 8، 1 من 8 نفترض طلع 100,000 هو للزوجة نعطيها، والباقي للأولاد. إذا الأولاد كانوا كلهم ذكور يقسم عليهم بحسب عددهم بالتساوي، إذا كانوا ذكور وإناث يحتسب للذكر سهم حصتين وللأنثى حصة فيقسم. مثلا إذا كانوا 3 نفترض فمنقسمه على 5، إذا صبيان وبنت مثلا منقسمه على 5، منعطي 4 للصبيان لكل 1 2 و1 للبنت بيصيروا 5 وهكذا. نعم. شيخنا عم يسأل عن تبديل الذهب، يعني هل هناك إشكال في تبديل الذهب دفع الفرق؟ وأحيانا يختلف عيار الذهب أو شكل الذهب، هل هناك نوع من أنواع الربا في هذه العملية؟ هو بيع الذهب بالذهب عادة لابد أن يكون بلا تفاضل في أحد العوضين. يعني أنا إذا أعطيتك قطعة ذهب وزنها كذا جرام مفروض ترد لي أنت قطعة ذهب وزنها نفس الوزن بدون زيادة. هلأ اللي عم بيصير أنه أحيانا هون شو مرة بدل قطعة بقطعة، فحتى نخلص من إشكالية الربا لما بده يصير في دفع زيادة أو كذا، أنا بجي ببيعك هاي القطعة بكذا، برجع بشتري منك قطعة تانية بكذا هون خلصنا. ما صار بيع الذهب بالذهب، صار بيع الذهب وشراء الذهب بمال مغاير. أما بيع الذهب بالذهب فلابد أن يكون العين بالعين بدون زيادة. هو احيانا بده يختلف حتى المصاغ سمحت الشيخ، يعني هو هذا ما هو نحن مشان ما نوع بهالاشكاليه، انه لو اعطينا العين بالعين مثلا 20 جرام اخذنا مقابلهم 20 جرام بده يختلف المصاغ، انه هذا مصاغ شكل شيء وهذا مصاغ شكله شيء، ممكن يكون هذا اغلى من هذا. واضح. نعم. بهالحاله ما في يدفع الفرق مثلا؟ هلا هون بده يصير مشكله، لانه هذا الفرق شو من وين؟ ما انت عم تشتري ذهب بذهب، ما عم تشتري انت شكل، ما عم تشتري مصاغ، عم تشتري ذهب بذهب. نعم. وكمان سمح الشيخ يعني احيانا بيكون اكيد هيك يعني انه في عندك ذهب جديد وذهب عتيق، يعني الذهب ذهب
ما بيختلف جديد نفس الشيء. مثلا الذهب مثلا عادة أصحاب المحلات الذهب بياخدوا ذهب وقت بدهم يشتروا بياخدوا كسر. هذا بياخدوا كسر ليش؟ لأنه بيقول لك أنا على كل حال بدي أكسره، هذا ما رح خليه مثل ما هو. بياخدوا. فهون إذا أنت عم بتبيعه بمال ما في مشكل، بياخدوا كسر بياخدوا غير كسر ما في مشكل، أنت عم تعطيها عم بيقول لك هاي أنا بأخذها منك بهالقد، وبترجع بتشتري أنت بالمسار اللي أخذتهم منه بتشتري قطعة غيرها، فما في مشكل هون. أما أنه تعطيه قطعة ذهب هو شو بده يعمل فيها ما قال شغل أنا، وبده يعطيك قطعة ذهب مقابلها، فهون مشكل أنه يكون في زيادة بأحد العوضين. طيب عم يقول عم تقول أنا امرأة عمري 63 سنة، إذا بدي أتحمم بالبريق غسل الجمعة مثلا لازم صب على اليمين 3 مرات وعلى الشمال 3 مرات؟ أول شيء لا بالإبريق ولا بغير الإبريق واجب الصب 3 مرات على أي من الجانبين. نعم. المهم أن يتحقق الغسل بالشكل التالي: الرأس والرقبة أولا. هلأ مرة بتصب صب وحدة وبتم غسل الرأس والرقبة، ومرة لا بتحتاج تصب أول مرة بتغسل جزء، ثاني مرة بتغسل جزء، ثالث مرة، رابع مرة لحتى اكتمل غسل الرأس مع الرقبة. فتم. هلأ بعدين بدك تغسل تمام البدن، يعني سمحت سيد لا يشترط التفريق بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، التفريق فقط الرأس والرقبة ثم تمام البدن. فإذا استطاعت أن تصب الماء على تمام بدنها مرة واحدة ويصل الماء إلى كل مواضع البدن التي يجب غسلها فهذا كافي، وإذا احتاجت تكرر أكثر من صب فلا بأس، فلا بد أن تكرر لحتى يحصل. يعني المسألة مش مسألة أنه هناك عدد مرات واجب، الغرض هو أن تصب الماء على البدن حتى يصل الماء إلى كل أجزائه. هلأ قد يحصل هذا بصبة بصبتين بأكثر حسب. نعم. عم تقول شيخنا أنه ابنها صلى صلاة الكسوف يعني صلاة الآيات بعد صلاتي المغرب والعشاء، وقال أصلي هذه الصلاة عما في ذمتي، لا الأداء ولا القضاء. هو هذا عما في ذمتي يعني قضاء. أساسا لا يشترط أن يتلفظ بلفظ الأداء ولا بلفظ القضاء، المهم أن يكون قاصدا، هو في نفسه في ضميره قاصد أنا ماذا أصلي، أصلي هذه الصلاة التي فاتتني أي أقضيها، أصلي هذه الصلاة التي حل وقتها الآن أي أؤديها. هذا هو يعني نفس التوجه إلى الفعل هو النية، باعتبار يعني أني أنا ما صليتها في وقتها والآن انتهى وقتها صارت في ذمتي، فأنا أصلي عما في ذمتي، فما في مشكلة، صلاة صحيحة. نعم. يعني عموما سمعت شيخ بهالحالة موضوع أنه تأخير الصلاة صار، يعني صرنا ما نحكي بسبب تأخير الصلاة. هلأ إذا كان سبب غير مشروع هو آثم، يعني مثل اللي بيأخر صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، هو صاحي وقاعد وكل شيء واعي بس ما صلاها، أو صلاة الظهر والعصر حتى تغرب الشمس هو ما عنده أي مانع يمنعه، لا نايم ولا شيء، فهو مأثوم، غايته إذا قضاها تصح. طيب عم يقول أنا بألمانيا، عايش بألمانيا، وبالحقيقة ما عرفنا أنه هل حصل عنا الكسوف ولا ما حصل، هل ربما حصل بشكل جزئي أو لا، بهالحالة شو بدنا نعمل؟ كل إنسان كل مكلف لم يعلم بوقوع الحادثة في وقتها، نعم، ظاهرة الخسوف أو ظاهرة الكسوف لم يعلم بها في وقتها في حينها،
ثم علم بعد ذلك بعد انقضاء الحالة بعد انقضاء الظاهرة. فإذا كان الخسوف أو الكسوف كليا فيجب عليه القضاء حتى لو علم متأخرا. وإذا كان الكسوف جزئيا فلا شيء عليه. هلا بده يشوف بحسب المنطقة اللي هو فيها. هو في الغالب الكسوف كان جزئي وليس كلي. كان جزئيا وليس كليا. فمن لم يعلم بحدوث الكسوف في وقته وإنما علم به بعد الانتهاء وبعد تمام الانجلاء فلا شيء عليه. هلا إذا هو حابب من باب الاستحباب أن يأتي بهذه الصلاة بعد ذلك ما في مشكل، وإلا على نحو الوجوب لا يجب على من علم بحدوث الآية بعد انتهائها وكان الكسوف أو الخسوف جزئيا. طيب إذا كان هو بشكل عام سمحت الشيخ عارفين أنه في كسوف، يعني بالعالم في كسوف، ولكن هل حصل ببلدي أم لا؟ أيضا هو نفس الشيء. إذا أنا لا أعلم أنه، يعني أنا سمعت أنه بده يصير في كسوف في بعض المناطق، بس ما عرفت أنه بلدي سيشملها هذا، لأنه كثير من الأحيان بتصير الظاهرة بس في بعض مناطق ما بيصير فيها، صحيح، ما بتتأثر. فهون إذا هو لا يعلم الأصل العدم لا شيء أعلم. عن الإمام الكاظم عليه السلام: إذا مر بك أمران لا تدري أيهما خير وأصوب، فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه، فإن كثيرا من الصواب فإن كثير الصواب في مخالفة هواك. نرجو شرح الحديث. طبعا هذا يدخل في مقام تهذيب النفس وترويض النفس، بحيث أن الإنسان في غالب الأحيان يتبع هواه، وغالبا ما يكون اتباع الهوى موجب للوقوع في الخطأ. فلذا يقول لنا أنه إذا شفت أمر دار الشيء بين أمرين لا تدري أيهما الصح وأيهما الخطأ، فشوف هوا، فحاول تخالف هواك، لأنه غالبا الهوى يميل وقد يرضي بالإنسان إلى عادة بحب دائما بتحب أنت الشيء اللي بيرضيك، الشيء اللي بيناسبك، الشيء اللي بيجي على مزاجك. وكثير من الأحيان بتعرف أنه غلط وبتعرف أنه حرام، بس لأنه موافق لهواك بتعمله. فمخافة أن يكون من هذا القبيل أنت أعمل بخلاف هواك، يعني على أساس أنه الهوى دائما يميل إلى الباطل. لا، مش بالضرورة الهوى دائما يميل إلى الباطل، بس غالبا الإنسان يرجح هواه على حتى على الصواب. فخشية أن يكون هذا من هذا القبيل فعم بيقول لك خالف الهوى. في حد عم يقولنا عن موضوع المأكولات البحرية: الأخطبوط حلال أكله، فهو لا يموت بمجرد سحبه من الماء، يموت بالمياه الساخنة. كمان أنه سؤال، يعني إذا خرج من الماء ما بيموت، يخرج حي، يخرج حي، فهذا تأذكي. ولكن بدنا حتى نموته بدنا نحطه بماء سخنة بيموت، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. ما هو أساسا تذكية الحيوانات البحرية والأسماك وما شابه ذلك هو إخراجها من الماء حية، ثم تموت خارج الماء. هلا كيف بتموت خارج الماء؟ ما في مشكل، مش مهم، لا تذبحها، بتضربها، بتنحرها، شو ما كان، مهم أنه خرجت من الماء حية، أو أمسكتها وهي حية، أو وقعت في الشبك أو في الفخ وهي حية. كمان مع اتصال، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف صحتكم؟ الله يسلمكم. الحمد لله. أمين. أهلا وسهلا. تفضلوا. حابين نسألكم سؤالين. أهلا وسهلا فيك، تفضل. أهلا بكم مولانا. أنا عندي نظرة بشوفها وقت بنفوت على مسجد لنصلي، بتلاقي شباب عم بيصلوا عند السجود بيقشط يمكن بنطلونه شوي او بيعلى قميصه شوي، فبيبين يمكن جزء من اسفل ظهره او لتحت شوي، فشو حكم صلاة الشخص اللي يقع عم يصلي بهالشكل؟ كان لحاله بالبيت او كان بالمسجد، يعني في اشكاليه بالصلاه؟ ايوه. هذا السؤال. السؤال الثاني، في
حبة الخرمة أو لولا المانجا ما بعرف إذا الخرمة غير هي المانجا. هي بدها تتخمر لحتى تصير مستوية لتتاكل. فالناس اليوم عم بيحطوا لها نوع من السبيرتو بتخليها تصير حلوة. يعني بصير تتاكل وهي عجرة. نعم. بيقولوا لها إنه هاي صارت مثلا لا في منها شوكولا بتجي هي من خلقة ربنا نوعيتها بتتاكل هي وخضرة. نعم. ما في مشكلة. نعم. بس عم بيقولوا لها هاي بيقولوا لك هاي على حليب أو هاي على كريمة بنوعية إنه عم ينقوها بسبيرتو أو بيحطوا لها سبيرتو لحتى تحلى. فشو هون الموضوع هالشيء هذا يعني هل يعني معالجتها بسبيرتو لتحلى؟ أهلا وسهلا فيك. حلال أو حرام يعني في إشكالية بموضوع سبيرتو؟ أهلا وسهلا فيك. نوع من الألكول. أهلا وسهلا فيك. شكرا وشكرا. أهلا وسهلا فيك. ألو تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك عندي سؤال لمولانا وإن شاء الله بإذن الله يساعدني. تفضلي. تفضل. في سورة كلمة بقراها اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. فجأة شيطاني تعرف بيجي بيقول لي انه هالآية من آلاف السنين وربنا بيقول اقترب معقول إسا ما اجا انه وكأنه بيشككني بي يعني عرفت علي بصدور هذه الآية عن الله وبحضور انه بحضور هذا اليوم انه يعني هذه الآية من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وإسا ما اقترب هاليوم يعني دغري أول ما بقراها عطول عرفت كيف بيخطر عبالي هيدي القصص. نعم. يا ريت لو عندك جواب شافي اطرد فيه انا دغري بس عايز بالله يعني يقول لا انه هيدا الشيطان بس فعلا صار مثل عندي شوية شك انه ماشي ماشي شو اصب ربنا بهالآية وضحت الفكرة احنا تقريبا صار خالص وقتنا. فاسمحي لنا نحكي. جزاك الله. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. طيب شيخنا بموضوع العورة يعني أو أسفل الظهر طبعا إذا لم يصل الصلاة. إلى حد العورة والعورة هي خصوص حلقة الدور أما ما فوق ذلك صح هو خلاف المألوف وخلاف المستحب يعني خلاف يكره للإنسان أن يصلي بهذه الكيفية وبهذه الهيئة ولكن ما لم يصل إلى انكشاف نفس العورة اللي هي حلقة الدبر فلا إشكال في ذلك. أما إذا بلغ هذا الحد وهو يعلم فصلاته باطلة. إذا كان جاهلا يعني عم بهالحالة عم يصلي أما إذا كان جاهلا ولم يلتفت فلا إشكال في صلاته صلاته صحيحة. طيب معالجة الفواكه العجرة بسبيرتو شيخنا هلأ إذا كان الكمية مثلا تدهن من الخارج أو تحقن على نحو لكن تستهلك هذه الكمية بسيطة على نحو تستهلك ولا تؤثر فلا إشكال يعني أحيانا مثلا حتى التين أحيانا بيدهنوا بكعب التين بيدهنوها بشوية زيت لحتى تستوي بسرعة في بعض المناطق فهذا ما بيأثر يعني إذا كان بهذا القبيل ما بيأثر لو سيما بناء على القول بطهارة الكحول وما شابه ذلك بحسب رأي سماحة السيد فضل الله فإذا استهلك هذه المادة حتى لو حقناها داخل الثمرة فإذا على نحو يؤدي إلى الاستهلاك ولا يصدق بأن هذه مشتملة على الكحول فلا إشكال في ذلك. طيب اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم طبعا هذا الكلام يعني إذا بدنا نجي ناخده بالمعنى الدقي أنه اقترب يعني هلأ لا بس هو بمعنى شو أنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يحذر الإنسان من مسألة التأجيل والتسويف بيقول لك ضرب حسابك يعني أنت فجأة قد يأتيك يعني الموت يعني من دون يعني أن تدري موتك هو حسابك يعني اقترب مجرد أن تموت إذن صار وقت الحساب. نعم. وهذا لا تدري متى يكون. أيوة. فلذلك دائما بده يعتبر الإنسان نفسه على حافة الحساب. نعم. هذا هو المقصود وهذا هو المراد بقوله تعالى اقترب للناس حسابه حتى يبقى الإنسان على أهبة الاستعداد مش معناته أنه والله اقترب يعني إذا بكرة معناته إجا بكرة إنه يوم القيامة يعني مش مقصود بكرة. يوم القيامة مش هيك؟ حتى لو مقصود بعض الروايات تقول إذا مات ابن آدم قامت قيامته خلاص بعد انتهى لأنه تقرر مصيرك أنت بمجرد أن يموت الإنسان تقرر مصيره لأن مصيرك موقوف على ماذا على ما تعمله في فترة حياة الدنيا. نعم. فإذا انتهت الحياة الدنيا بالموت
فسواء بكرة بدك تروح على المحكمة أو بعد شهر خلاص. يعني كأنما عم يقول اقترب الموت من الإنسان. هو هذا، لأن الموت هو البداية وهو البوابة. نعم. والموت ببابنا. صحيح صحيح. نعم نعم. ما لي لا أبكي وقد خفقت فوق رأسي أجنحة الموت. نعم. وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني. حديث دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام الله من أدعية السحر في شهر رمضان. موضوع كتير جميل سماحة شيخ، يعني كنا حابين نتوسع فيه بس انتهى وقتنا. بس بعد انتهاء وقتنا بدي مري هالسؤال، إنه هل يرث إخوة المرأة الأرملة التي لها أولاد لو توفيت؟ طبعا مع وجود الأولاد لا يرث الأخوة، لأن الأولاد من طبقة تسبق طبقة الأخوة. فإذا وجد ولد واحد من هذه الطبقة يحرم الأخوة مهما كان عددهم، فهم الذين يرثون أمهم. الطبقة الأولى وما فيش يرثون أمهم ولا يرث منها أخوتها، فقط يشارك الأولاد في الطبقة الأولى الأب والأم. نعم. والزوج أو الزوجة إذا كانا موجودين أو أحدهما. نعم. كل الشكر والتحية لكم سماحة الشيخ زهير قوصان بنهاية لقائنا اليوم. حياكم الله. أيضا لكم الشكر موصول أعزائنا، نلقاكم غدا بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.